مرحبا، رجعنا بحلقة جديدة ومعلومة جديدة، واليوم رح نحكي عن مهنة معروفة بالعديد من البلدان العربية وأكيد منشوفها بالمسلسلات الشامية. عرفتوا شو هي؟ الحكواتي. الحكواتي أو الراوي هو شخص امتهن سرد القصص بالمقاهي والشوارع، وهي مهنة عرفتها بلاد الشام وصارت جزء من التراث الشعبي المتوارث عبر الأجيال، وبالأخص مدينة دمشق. الشيء اللي بيميز مهنة الحكواتي هي القيم والفضائل يلي بينقلها عن طريق الشخصيات ويلي بيحكي عنها ضمن رواياته. ومو من السهل تكون حكواتي، لازم تكون بتفهم بالشعر والأدب والفن ويكون عندك خبرة كبيرة وعتيقة بسرد القصص والروايات التاريخية بطريقة مشوقة وممتعة. أكيد مهنة الحكواتي الوجودة مع تطور المجتمع والتكنولوجيا، وما عاد شفناها غير بالمسلسلات البيئة الشامية وبعض المقاهي بالشام القديمة مثل النوفرة. بتمنى تكونوا استفدتوا من معلومتنا لليوم. تبقى بألف خير. سلام.